تحية طيبة للجميع المشاهدين الأفاضل، وأهلا بكم إلى عدد جديد متجدد من برنامجكم طبعا عبر قناة الحياة الجزائرية. دائما نناقش القضايا الآنية المتعلقة طبعا بالمواطن الجزائري في شقها السياسي الاقتصادي والاجتماعي لإزاحة الغموض عن العديد القضايا التي تؤرق صراحة المواطن والحكومة على حد سواء. مشاهدينا الكرام، الوضع في الآونة الأخيرة مقلق جدا جراء انتشار فيروس كورونا. صراحة وزارة الصحة تصدر بيانات مكثفة في الآونة الأخيرة نظرا لما آل إليه الوضع في الآونة الأخيرة، وأيضا تهاون واستهتار كبير من طرف المواطنين بالتقيد بالإجراءات الوقائية الاحترازية من تفشي هذا الفيروس، هذا الوباء الخطير. مشاهدينا الأفاضل، إذن لمناقشة هذا الموضوع ومناقشة قضايا أخرى تتعلق بالمنظومة الصحية الهشة في الجزائر وما يعانيه أيضا ممارسي الصحة مشاهدينا الكرام من قضايا طبعا في حياتهم العملية. إذا لمناقشة مختلف هذه القضايا سعد باستضافة طبعا إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية. أهلا ومرحبا بك سيدي. أهلا بك وشكرا على هذه الدعوة، وكذلك إن شاء الله نكونوا ضياف يعني خفاف على إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب العالمين جينا اليوم طبعا تجيبنا على الغموض وبعض الأسئلة الشائكة بدون تحفظ سيدي الفاضل. بدون تحفظ، ولكن بشرط أنها تكون في يعني في مجال اختصاصنا كذلك. أكيد في قطاع الصحة، ولن نخرج عن قطاع الصحة سيدي الكريم. يلا قبل المناقشة في هذا الموضوع طبعا نروح نشوفوا هذا الفيديو ونعود نوليو لكم مشاهدينا الكرام من قسم الأخبار. في سياق ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، وزير الصحة يطل على الجزائريين ليصف الوضع الوبائي بالمقلق بالنظر لتهاون وتراخي المواطنون بالتقيد بتدابير الوقاية من الفيروس التاجي. يعني الوضع ليس مقلق لا مقلق، مقلق بمعنى واش ظاهر في الشوارع. أنا زرت عدة ولايات ما شفت شخص واحد حامل كمامة. هواجس الحكومة في مواجهة موجة جديدة من الإصابات نابعة من رصد الميدان لعزوف المواطنين عن ارتداء الكمامات، مع تسجيل بؤر جديدة لتفشي الوباء في كل من ولايتي جيجل والمسيلة. البؤر المدن أو الولايات المعروفة ما زالت ولايات محمية حتى الآن، أكثر من 20 ولاية صفر. إحنا كاين ولايات جديدة، إحنا الجزائر معروفة، بليدة معروفة، نعم، باتنا معروفة، سنتينا معروفة، وهران معروفة، سطيف معروفة، الجدد هما مسيلة وجيجل. رغم بقاء عدد الإصابات المسجلة يوميا وتعداد الوفيات جراء الوباء في الصنف المنخفض مقارنة مع دول الجوار المغاربي والأوروبية، إلا أن تهاون المواطنون في الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس تضع الجزائر أمام مخاوف حقيقية في مواجهة موجة جديدة من تفشي الوباء. إذن للأسف مشاهدينا الأفاضل طبعا هذا ما توصلنا إليه نتيجة تراخي المواطنين طبعا من التقيد بالوقاية من هذا الفيروس. تعليقك على هذا الفيديو طبعا ضيفي الكريم تفضل. أولا صحيح أنه الوضع مقلق، أنه الوضعية الوبائية ماهيش مستقرة، أنه الوضعية الوبائية تستدعي نعود نراجع كثير من الأمور على مستوى المخطط يعني الصحي الوقائي، واللي فيه محاور عديدة من بين المحاور دور المواطن في إنجاح هذا المخطط الوبائي. إذا ما نقدروش يعني نتكلموا نقولوا أنه المواطن هو سبب ما يحصل، يعني ما نقدروش نقولوا هذا الشيء، رغم أنه المواطن مسؤوليته قائمة في من باب أنه إجراءات بسيطة على مستوانا الكل، يعني رانا نشوفوا بلي ماهيش محترمة لما نتكلموا على قضية يعني الحفاظ على مسافة أمان بين الأشخاص، ما يسمى بالتباع الجسدي يعطيك الصحة، نظافة الأيدي باستمرار بالماء والصابون ولا بتعقيمها ولا عن طريق معقم، وكذلك استعمال الكمامة لما نكونوا في فضاء يعني في الفضاء الخارجي بصفة عامة، لما نتعامل مع ناس يعني في مساحات مغلقة ولا مفتوحة ولا في وسائل النقل، كل هذه الامور يعني المواطن مطالب باش يحترمها وهي في متناوله، ولكن
يبقى محور من محاور عديدة داخل مخطط وبائي طوارئ صحي وطني. كثير من القطاعات كذلك تخاذلت وتراخت في تنفيذ ما يجب تنفيذه لإنجاحه كذلك. نعم، رحين نعود نوليه طبعا هذا المخطط الوبائي والتراخي في تنفيذه على أرض الواقع. خلينا نكون واقعيين اليوم سي إلياس مرابط، ونتكلم من منطلق الواقع المعاش. اليوم المواطن الجزائري صراحة نقولها بكل صراحة، بعض التصريحات المغايرة والمتناقضة أدخلت تمام. الشك والريبة لدى هذا المواطن. إحنا رحم باباك أنت يا نتكلم بلغة الأرقام، طبعا اليوم إصابات حتى 300 حتى 600 صبحت 700 بيشكي لحقت، بعدين بين ليلة وضحاها ينخفض العدد تدريجي حتى يوصل 129 حالة، بعدين يعود يطلع. هنا الأمور قال لك باللي هذه الأرقام مسيسة، تعليقكم اليوم؟ أنا نقول باللي أنا قلتها أنا شخصيا، أنا تكلمت باسمي باسم نقابة ممارسي الصحة المومية في شهر مارس وأبريل لما بدينا نتفاعل مع الوضع الوبائي وقدمنا مقترحات، أعطينا رأينا في كيفية سير هذا المخطط، ما هي المحاور لازم نركزوا عليها على حسب الامكانيات نتاعنا، على حسب الوضع الديموغرافي، على حسب طاقاتنا، على حسب هيكلتنا، وعلى حسب كذلك تعاطي المواطن مع الوضع الوبائي، لانه هذا الشيء يختلف من مكان الى مكان، من دوله الى دوله، من قاره الى قاره. الاسيويين لا يتعاملون مع الوباء كما يتعامل الاوروبيين مثلا، يعني ماشي غير احنا برك. اذا كل هذا الامور خلتنا احنا في بدايه الامر يعني تكلمنا مع وزير الصحة، تكلمنا على راسلنا ماشي تكلمنا راسلنا، وكنا طلبنا يعني مقابلة على هذا المستوى لكن لم تتم مع الأسف. دونك راسلنا السيد الوزير الأول، راسلنا حتى السيد رئيس الجمهورية، وخلينا يعني مقترحات متعلقة بالوضع الوبائي، ظروف عمل المهنيين، شروط حمايتهم، وكذلك ذكرنا باللي بالمسايرة هذا الوضع الوبائي يجب كذلك أن يتكفل بكثير من الأمور المتعلقة بالوضعية المهنية تاع هذا المهنيين اللي رانا نقولوا باللي راهم يضحيوا وراهم يتعبوا. نعم، ولا نتكلم على هذه النقطة طبعا ضيفي الفضل. لا خليني النقطة ولا السؤال الجوهري اللي كنت طرحته لك وأنت ما جاوبتنيش عليه. طبعا قلت لك أنا لماذا هذا التناقض في التصريحات؟ ايه هذا اللي حبيت انه نزيد نكملوا. أنا قلت لك في بداية الوباء كنا تكلمنا في الموضوع وقلنا صراحة أنه يجب أن يسير الوضع الوبائي بمنطلق علمي طبي صحي. الإسقاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في كل بلد موجودة، يجب أن تعالج على هامش هذا الوضع الصحي. ولكن مع الأسف شفنا بلي التعاطي نتاع المسؤولين منذ بداية الوباء إلى يومنا هذا فيه صبغة سياسية لا يمكن أن ننكرها ولا يمكن أن ينكرها أحد. وكان فيه تسيير إداري يعني أكثر منه تسيير طبي علمي يرتكز على ما هي شروط يعني محاصرة وباء ولا كسر انتقال عدوى. كانت نتاع الكوفيد نتاع الكورونا فيروس المتسبب في مرض كوفيد 19 ولا أمراض أخرى. لما نتعاطى بهذا الشكل النتائج ما تقدرش تكون مغايرة. هذا منطق لما يعني ما خلفناه على مستوى تسيير هذه الأزمة الصحية منذ بدايتها إلى يومنا هذا، وما زلنا لحد اليوم نتكلم على أرقام لا علاقة لها بالواقع. نحن نتكلم كأطباء كمهنيين، الأرقام التي تعلن رسميا منذ بداية الوباء إلى يومنا هذا بشهادة الوزير في حد ذاته السيد البروفيسور بن بوزيد، منذ أسابيع كان في حصة يعني إذاعية في القناة الثالثة أتكلم وقال باللي الأرقام لا تترجم الواقع ويجب أن تضرب في عشرات المرات، أتكلم حتى 27 خطرة هذاك الوقت يعني منذ تقريب شهر على القناة الأولى. وإحنا نقول هذا الشيء، الأرقام التي تحصى والتي تعطى رسميا كل يوم مع الأسف لا علاقة لها بالواقع. نعم، لما نقول لا علاقة لها بالواقع أنه يعني نظير تشخيص أو أن هذه الأرقام يعني توضع هكذا فقط؟ لا، ما نقولش توضع هكذا فقط، هي متعلقة بضعفنا، ضعف كبير على مستوى التشخيص يعني. نعم. لحد الآن منذ نذكروا المواطنين نذكروا أنفسنا أنه كي بدينا معالجة الوضع الوبائي كان عندنا مخبر واحد ووحيد على مستوى معهد باستور في العاصمة. نعم. لكل التراب الوطني، وهذا شيء غير معقول وغير مقبول. غير معقول لأنه وباء كما هذا ما نقدروش نسيروه ونعالجوه بمخبر واحد قادر يدير تحاليل البي سي آر، وغير مقبول لأنه منذ 10 سنين تقريب كنا عشنا وضعية وبائية مماثلة إنفلونزا الطيور والخنازير، وكانت هذاك الوقت توصيات المنظمة العالمية للصحة هي لكل الدول بما فيها الجزائر أنه يكون عندنا يعني نكثف من قدراتنا باش نديروا مثل هذه التشخيصات، ولم يتم ذلك.
رغم انه مبالغ كبيره رصدت ونفقت داخل هذا المنظومه الصحيه. ونتساءل لماذا تاخرنا، علاش حتى وصلنا الى 2020 في عز هذه الازمه الصحيه ولا الجائحه نتاع الكوفيد 19 باش ولينا نتكلموا على فتح مخابر اخرى ولا الترخيص لمخابر اخرى في القطاع الخاص ولا القطاع العام، باش دير يعني تحاليل هي بسيطه وبسيطه جدا في اخر المطاف. وهذا دليل ربما على الفساد الذي كان ينخر بالمنظومه الصحيه سيدي الكريم. ايضا الفساد الذي طال قطاع الصحه، ملايير رصدت لهذا القطاع ولكن للاسف رانا نشوفوه واش كاين في مستشفياتنا. طبعا انا والله غربي ببساطه انا نقول يعني باسم نقابتنا والشيء اللي يعني لاحظناه، الشيء اللي وقفنا عليه ممكن منذ سنوات على مستوى قطاع الصحه، انا نقول باللي الملف تاع الفساد داخل المنظومه الصحيه ولا داخل قطاع الصحه لما يفتح سننسى ما سمعناه الى 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 غايه اليوم. نعم، راح نتكلموا على ملف الفساد طبعا والمنظومه الصحيه الهشه في الجزء الثاني من البرنامج سيدي الكريم. قلنا باللي الارقام المعطاه هي ارقام العديد يشكك فيها، وزير الصحه ايضا يصرح من جنوب الجزائر يقول باللي كاين دي جون ماتوا يعني وتوفاو مش بفيروس كورونا ولكن تم احصائهم على انهم توفيوا بفيروس كورونا. كل هذه الامور صراحه اخلطت اوراق المواطن واوراق الحكومه على حد سواء، باش نكونوا يعني منصفين. يلا نروحوا نشوفوا هذا التصريح وبعدين نعاود نولي مشاهدينا الكرام، نروحوا نشوفوا تصريح طبعا من قسم الاخبار لفتح الجزائري، تابعوه كيف كيف مع المخرج طبعا اذا اسمح. في الشهر الثامن من جائحة كورونا، المسؤول الأول عن قطاع الصحة يخرج للعلن ويعترف بإحصاء أشخاص توفوا بأمراض عادية ضمن عداد ضحايا الفيروس التاجي. وكانت حقيقة كاين أشخاص جاءوا عندهم أعراض، ممكن عنده حمى موسمية، ممكن عنده شيء آخر غير كوفيد، لكن كنا في حالة باش نحميو المواطنين احنا. اعترافات الوزير ترافقت مع تبريرات بكون خطوة المصالح الصحية كانت احترازية لتجنب تفشي هذا الوباء. بالنظر إلى تأخر صدور تحاليل الوفيات بأعراض كوفيد-19 في بداية الجائحة، وزير الصحة أكد أن الإجراءات أثرت على أرقام الوفيات في المراحل الأولى من انتشار الوباء، ما عكسته ارتفاع عدد حالات الوفيات. كثير من دفنوا كوفيد وبعد ما جاء النتائج نتاعهم غير كوفيد، هذه اللي جعلت الجزائر في البداية أعلى من أعلى عدد نتاع الوفيات الجزائر وجنوبية بركة ضمن أمورنا. اعترافات بن بوزيد في هذا الظرف بالذات قد يعزز من شكوك الكثير من الجزائريين حول الأرقام الرسمية المعلنة يومياً حول حصيلة الإصابات بكورونا، مثل ما يغذي الجدل حول نجاعة خطة الحكومة في مواجهة الجائحة. نعم، كما كنا نشوف مشاهدينا الكرام في هذا الصور وتصريحات طبعا المسؤول الأول عن قطاع الصحة، كيف تعلقون اليوم على هذا التصريح سيدي؟ تفضل. والله صراحة يعني كان أنا شخصيا كطبيب كان بودي ما نسمعش يعني مثل هذا التصريح، خاصة من زميل يعني نتكلم على الوزير وطبيب كذلك ومسؤول أول عن القطاع. لما نتكلم ونقول هذا الشيء، هذا أولا يعني يطعن في المصداقية نتاعنا كسلك طبي ولا كطاقم طبي، أطقم طبية في عبر كل التراب الوطني. ثانيا هذا اعتراف ضمني انه فيه مشكل على مستوى التشخيص. لما الوزير يقول باللي كاين ناس تعالجوا وتعقدت الامور الصحيه نتاعهم وتوفوا وربي يرحمهم، ومن بعد التشخيص يجي اسبوع اسبوعين من بعد، لانه هذا لازم نقول هذا الشيء للمواطن. هذا التحليل اللي عاده يعني كيفاش نقولوا النتيجه نتاعو تظهر بعد ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، 24 ساعة. 24 ساعة يعني على حد أقصى. لما التحليل يجي بعد أسبوعين، وصلنا إلى مرحلة التحليل يجي بعد أسبوعين، 10 أيام، أسبوعين. يعني وش بقى تشخيص؟ وش بقى تحرية وبائية؟ نعم، المواطنين صراحة ولا أصحاب هؤلاء الضحية نقدر نقول هذا يعني اللي توفى، يعني حرموه من أنه يسلموا عليه، من أنه يودعوه، من أنهم يدفنوه، يديروا له مراسم جنائزية يعني. يعطيك الصحة، هذه أمور أخرى، أنا نتكلم لك على المستوى الطبي، المستوى الأخلاقي، المهني. احنا في حيرة من أمرنا، لما يعني الطبيب ولا الطاقم الطبي ولا شبه الطبي يخدم بوسائل. يعمل بوسائل تشخيص، نعم. يعمل بوسائل علاج، يعمل بوسائل. إذا كانت الوسائل يعني ماهيش متاحة،
كيفاش نديروا احنا في حيره من امرنا؟ يجينا المواطن الجزائري ولا المواطنه باعراض في 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 اطار وباء قائم، يعني رانا عايشين وضعيه وبائيه، ويجيك المواطن وعنده من الاعراض ما يشبه الوضع الوبائي اللي رانا فيه، ما نقدروش ناخذوا لو ريسك يعني نخاطروا وننجسفوا ونقولوا لا لا هذا شك بانه ماهوش وحنا ما عندناش تشخيص. اذا نفضلوا يكون فيه انكسي يعني نعتبروه كمصاب بالكوفيد ونتفادى انه يزيد يعدي واحد اخرين في العائله نتاعو ولا في المحيط المهني نتاعو ولا حول جيرانه، ولا نقولوا ماهوش كوفيد وممكن يعني يظهر بعد ما يجوا تحاليل اسبوع ولا اسبوعين من بعد انه الانسان هذاك اللي قلنا ما كاش كوفيد مصاب بالكوفيد وممكن في هذيك الفتره راه عدا عشرات ولا مئات الاشخاص. نعم، بعض المواطنين متواطئين ايضا في هذه القضيه. ضيفي الكريم، كاين دي جون بزاف اللي راهم مرضى هما بفيروس كورونا ولكن ما يروحش يدير لي زاناليز. يحشموا نقول بلي ربي يهدينا ربي يهديهم. نعم، ويكون تفضل. لانه الانسان اللي مريض بالكوفيد كما اللي مريض بلاغريب. كاش واحد يحشم يقول راني مريض بلا غريب، ما كانش اللي يحشم يقول راني مريض. نفس الشيء هذا المرض نتاع الكوفيد المتسبب فيه فيروس كورونا، نفس العدوى، طريقه العدوى هي نفسها كما تاع لا غريب، عن طريق السعال، عن طريق العطس، عن طريق التنفس، عن طريق اللمس، امور يعني مشتركه تكون فيها يعني الفيروس نتاع الانفلونزا ولا الفيروس نتاع الكورونا. يصاب الانسان بالمرض، اذا الانسان العاقل يفهم باللي إذا كان هو راه مصاب يعني بالكورونا فيروس، إذا كان مشكوك في إصابته لازم يحمي ذويه، يحمي الوالد نتاعو، يماه، عائلته، ولاده، الناس اللي يقرب ليه، خاوته، خياته، الناس اللي يعمل معاهم. بالعكس ماشي نخبي وكأنه مرض ماهوش مرض يعني، فهمت، ماهوش مرض يعني اللي الانسان يحشم به. نعم، حتى واحد العقليه انتشرت لدى المواطن الجزائري، يقول لك لما نروح للطبيب انا باغ اكزومبل لي زوبيتو، يقول لك باللي يدير لي تشيك انايا، خلينا نتكلموا بالعاميه يعني، يقول لك تشيك حتى نصهم اللي دارهم تشيك هذه ماتوا. وشنو هذه المعلومات المغلوطه اللي راهي؟ هذا كلام شعبوي، كلام يا اخي اسمحوا لي المواطنين، يعني كلام سوقي ما عنده حتى سند. هذيك فوالا الناس داروا لهم تشكامات، لازم نتكلموا بحقائق. سمعتها هذه؟ ما سمعتهاش، ولكن فوالا ما سمعتهاش انا شخصيا مباشره، ولكن سمعتها الناس تعاود فيها. الطبيب احنا نموتوا ما نروحش للمستشفى، نشري فقط فيتامين سي وراني قاعد في الدار. هي مشكل التداوي، يعني لوطو ميديكاسيون، تداوي بدون وصفه طبيه ولا بدون فحص طبي، هذا مشكل اخر موجود في المجتمع عندنا كما موجود في مجتمعات اخرى. احنا موجود عندنا بكثره لانه القانون غير مطبق، غير محترم. يعني فوالا يعني فوضى في كل حتى في المجال هذايا. لما نتكلم على ثانيك زملائنا الصيادله ولا يعني الصيادله الخواص بصفه عامه، ثانيك يجب انه ثانيك يلعبوا دور، يعني راهم يقدموا في مجهود لا باس به، ولكن على هذا المستوى لازم تكون فيه التوعيه. انا ما نظنش يعني اغلبيه الساحقه تاع الصيدليات يدخل المواطن يقتني ما يشاء. يدخل المواطن يقتني ما يشاء، ياخذ الانتيبيوتيك، ياخذ يعني دواء على الالتهاب، ياخذ ادويه ممنوعه باش يعني تتعطى بدون. وهذه انا حضوري كطبيب يعني بحضوري دخلت يعني دي فارماسي باش نقتني يعني دواء ليا ولا العائله ولا واحد مريض. يعني نشوف قدامي ناس كاين دي فارماسي ولا دي فوندور يبيعوا في لي فارماسي، ما يعرفش لكل الناس، كاين اللي ما يعرفنيش بلي طبيب، ونسمع المواطن يتعامل معاه ويقترح عليه ادويه، يقترح عليه مضادات حيويه، ويقترح عليه امور يعني ما تدخلش في البال بدون فحص، بدون وصفه طبيه. نعم، خلينا نتكلموا ايضا على نقطه مهمه وجوهريه اشرت اليها سيدي الفاضل. هاد الصيادله ولا هاد يعني اللي هم يبيعوا في صيدليات، هل هما يعني يقراوا ام فقط يدير فورماسيون تاع امو ولا دومو ويروح يبيع الادويه هذه؟ لا، هو دوك شوف اللي يخدم في الصيدليه لازم يكون عنده ترخيص. هذا شيء لا، ولكن يجيبوا عمال لازم يكون عنده ترخيص. احنا مع الاسف في بلادنا لي فوندور اون فارماسي سي با دي ديبلومي، يعني غالبا ناس يعني داروا تكوين شبه طبي، يعمل في المستشفى، يعمل في الصيدليه او في نفس الوقت. لازم نقولوا كذلك هذا الشيء، متقاعد، شبه طبي متقاعد، ولا كان يخدم في مخبر يخدم في، وكاين اللي ما عندهم حتى علاقة لا بالتكوين الشبه الطبي ولا بالتكوين الصحي ولا بالتكوين المخبري، ولا ليسونسيال يقرا بيا، يعرف لي ماركتينغ، ينتمي للعائلة تاع الصيدلي، ولا المهم فوالا تعلم معاه بحضور الصيدلي، ولكن تبقى هي مسؤولية الصيدلي قائمة من ألف إلى ياء، يعني من البداية إلى النهاية.
من يعني الصيدليه هي على اسم صيدلي يعني متحصل على شهاده ومسموح له بمزاوله العمل تاعو في بلادنا ومسجل على القائمه تاع العماده تاع الصيدله. اذا اذا كان فيه مشكل فيه خلل على مستوى الصيدليه الصيدلي مول الصيدليه هو اللي يتحمل المسؤوليه كامله. نعم شكرا لك ضيفي الكريم. طبعا مازال كنت توصل معنا في الجزء الثاني من البرنامج. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، لا تذهبوا بعيدا، قم معنا. عبد إليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكل من يلتحق بنا اللحظة عبر قناة الحياة الجزائرية في هذا الفضاء المتميز وعبر قناة الحياة الجزائرية قناة كل العائلة. مشاهدينا الأفاضل، قلنا اليوم رانا لكل من التحق بنا اللحظة نناقشوا طبعا انتشار فيروس كورونا والوضع المقلق. اليوم في أيضا تصريح إلى مدير معهد باستور طبعا السي فوزي درار، قال بأنه الوضعية مقلقة في الآونة الأخيرة. طبعا كان تكلم أيضا بما يخص إعادة فرض الحجر الصحي الكلي على الجزائر، قال لم ترد أي معلومات لحد الساعة. أيضا تكلم عن تحليل، أيضا قال بأنه يعطي نسبة حقيقية لانتشار الفيروس في الجسم وغيره من هذا التحليل، ولكن فيه تصريحات طبعا من هنا ومن هنالك. خلينا نقولها بصراحة، وزير الصحة يعترف من جانب الجزائري أنه فيه تشكيك في هذه الأرقام المقدمة، أيضا نقص في التشخيص حسب مراقبين التحاليل، يعني العينة اللي راهي تقوم بالتشخيص يعني لا تتعدى 2000 حسب ما يراه يعني مراقبون. كل هذه الأمور صراحة أخلطت الأوراق على المواطن والحكومة وأصبحت خلينا نقوله نوع من الفوضى، نوع من يعني خلينا نقوله باللي اللامبالاة خلقت عند المواطن الجزائري. طبعا أهلا ومرحبا بك سيدي من جديد إلياس مرابط، رئيس نقابة طبعا لممارسي الصحة العمومية، أهلا ومرحبا بك من جديد. شكرا. نعم يلا نبدأ طبعا هذه الفقرة مع المخرج ومع مواطنينا اللي رام يتابعوا فينا عبر قناة الحياة. اليوم نشوفوا باللي طبعا الأمور غير سوية، فيه بعض الغموض ينتاب انتشار فيروس كورونا في الجزائر. اليوم طبعا نشوفوا استهتار كبير من طرف المواطنين سيدي الكريم، هل هذا يعود إلى نقص وعي المواطن أم إلى انه هذه التصريحات زرعت في نفسي الشك والريبه ولا ما يؤمنش باللي كاين هذا الفيروس؟ الامرين مع بعض، الامرين مع بعض، لانه كان فيه شفت تعاطي اعلامي يعني من جانب الجهات الوصيه التي خولت لها ولا اسندت لها مهمه تسير هذه الازمه الصحيه. يعني في الاونه الاخيره منذ 3 أسابيع ولا اسبوعين كان خطاب مطمئن جدا، مطمئن جدا، يعطي انطباع المواطن وكأنه خلاص خرجنا من الوضعية الصحية هذه المتأزمة، ما فيش داعي لاحترام الإجراءات ولا الالتزام بإجراءات وقائية. دونك التعاطي نتاعنا كمسؤولين ولا كخبراء، لأنه كان حتى بعض الزملاء والزميلات لنا احنا يعني كأطباء يعني قالوا أمور ما قبلناهاش وانتقدناها وقلنا بلي لا يجوز انه نتكلم بهذا، وهذا راح يخلي على مستوى المواطن نوع من اللاوعي يعني بخطوره الوضع ويخليه يعني يتعاطى بسلبيه مع كل هذا الارشاد التي رانا نقدموا فيها مع الاسف. ثانيا كان لازم يكون فيه خطاب مهدئ ولكن خطاب كذلك يعبئ المواطن. علاش؟ لانه منذ اسبوعين ثلاث اسابيع المسؤولين على بالهم اللي رانا داخلين رانا في فصل الخريف ورايحين فصل الشتاء، راح توصل لافاغ نتاع يعني الموجه نتاع الانفلونزا الموسميه وراح تختلط الامور، وباش ما نقدروش نفصلوا ابدا كما كان يقول الوزير من قبل، كيفاش نفصلوا بين انفلونزا ولا كورونا وحنا ما عندناش الشيء تاع التحاليل يعني باش كل واحد نديروا التحليل نتاعو ويكون عندنا لو ريزولتا رابيدمون. دونك كان لازم يعني من الناحيه المنهجيه الاستراتيجيه كان نخليو الاهبه على مستوى عالي جدا ونخليو المواطن يعني مستعد ومعبأ.
كي تعطيلو انت خطاب مطمئن وتفهموا باللي فوالا الجزائر حياه احسن من كل بلادنا احسن من كل البلدان وحنا نفتخر بهذا ونتمنى انه دائما نكونوا احنا احسن في القمه، ولكن في وضعيه وبائيه كما هذه ماهوش الخطاب اللازم، ماهوش الخطاب اللي يفي الغرض، ماهوش الخطاب اللي نحوسوا عليه. نحوسوا على خطاب لا يهول ولا يهون كذلك، ويخلي المواطن دائما يعني مستعد ويحترم هذه الاجراءات الوقائيه. هذا جانب. الجانب الثاني رانا نشوفوا كذلك انه حتى على مستوى المحلي، لانه قطاعات مختلفه عندها دور في انجاح هذا المخطط الصحي الوبائي من الناحيه الوقائيه. على مستوى المحلي شايفين انه الناس خلاص توقفت، نتكلم على بلديات، نتكلم على نشاط كانت تقوم به جمعيات، نتكلم على اسلاك امنيه لحمايه مدنيه، يعني وكانه الناس خلاص العمل اللي كنا نديروه فيه في الاول كان فيه تنسيق على مستوى معين، كنا طالبنا باش تنصب كل المبادرات اللي كانت من اجل التوعيه والتحسيس بخطوره الامر كلها جات وقفت، وكانه خلاص قضينا على فيروس كورونا في المجتمع. سواء بالعقليه هذه تعقضينا على الفيروس كورونا في الجزائر واحنا احسن من البلدان الاخرين، وهذا خطا كبير جدا. بمنظومه صحيه هشه يعطيك الصحه، يروح واحد يروح يداوي يرفد المرض يعطيك الصحه. ثانيا ولا بعقليه انه خلاص نسلم امرنا لله، طفرت وخلي الامور تمشي وين وصلت وين وصلت. يعني يعني الطرحين في حد ذاتهم في زوج يشكلون خطر، وليجب ان نتدارك الامر هذا. تدارك الامر هو العوده الى مخطط توعوي تحسيسي موجه للمواطن، موجه للمهنيين، موجه للقطاعات المختلفه، لانه كل قطاع عنده بروتوكول خاص به. قطاع النقل عنده بروتوكول خاص به، يجب ان الناس اللي تعمل في قطاع النقل تفهم واش المطلوب منها. المشكل اليوم مشكلة الجزائريين في البروتوكول سيدي، مشكلة في تطبيق هذا البروتوكول بالطبع. رانا ولكن نقص المراقبة، نشوفوا حنايا يعني المتاجر المحلات هادو يعني يدخلوا سون بافيت نيجال. هذا الشيء اللي كنت نقول فيه كي كنت نتكلم على دور الجهات على المستوى المحلي، بلديات، جماعات محلية، دونك وزارة الداخلية وما يمثلها داخل هذا القطاع. تكلمت على الحماية المدنية، تكلمت على الأسلاك الأمنية، يعني كلها هذا عن طريق خلايا منصبة محليا يجب أن يعاد تفعيلها وتفعيلها ميدانيا على أرض الواقع، ماشي كلام وفقط، ماشي برقيات وفقط، ماشي اجتماعات وفقط. العمل الميداني كما قلت نشوفوا احنا محلات تجارية حتى كبيرة، يعني الملصقات موجودة الإشهارية، تدخل الداخل الكل بدون كمامة، بما فيها البائع، بما فيها المستقبل، بما فيها مول المحل. كنت في الجزء الأول من البرنامج تكلمت على المخطط الوبائي. هل المخطط الوبائي طبعا اللي وضعته قطاع وضعه طبعا وزارة الصحة نقدر نقول أنه فشل في منتصف الطريق؟ نظن كل بما أنه الوضعية يعني الوبائية غير مستقرة بشهادة المسؤولين، يعني وزير الصحة، مدير معهد باستور ومسؤولين آخرين بما فيهم زملائنا وزميلاتنا اللي موجودين على مستوى اللجنة الوطنية تاع الخبراء هم يقولوا نفس الشيء. نظن والمعطيات يعني الميدانية هذا يدل على أنه ما نجحناش في المخطط الوبائي. نعم فعنا. طبعا هذا نقول باللي اسمح لي المخطط بالنسبة للمخطط الطوارئ الصحي هذا الموجه للوباء، احنا كنا اقترحنا في البدايه كنا تكلمنا انه فيه محاور عديده وماناش اذكياء اكثر من بلدان اخرى ولا اقل ذكاء، كلها عملت على هذه المحاور، المحور التحسيسي والتوعوي، محور التكوين الخاص بالمهنيين تاع قطاع الصحه، المحور الخاص بالتشخيص والديبيستاج والمتابعه، تشخيص المرضى والتشخيص الاشخاص حول المريض باش نعرفوا ونراه الوضعيه الوبائيه حقيقه. دونك الى كان وصلنا في شهر اوت ولا لحقنا حتى الفيروان تاع 2000 تحليل يوميا، والالور البلدان اللي يعني وصلت الى نوع من الاحتواء نتاع الوضع الوبائي وصلت الى 20000 30000 50000 يعني 50000 يعطيك الصحه. اذا لما تكلم الولايات المتحده مثلا راهم في ديباساو 130 مليون تحليل ولا مقابل 300 مليون مواطن، يعني شوف ابوبري يعني وين الهند كذلك راهي فيه تقريبا 120 يلا نقطة نعود نقول لها طبعا بخصوص المخطط الوبائي. في هذا المخطط الوبائي الذي وضعته الحكومة وطبعا بإشراف من وزارة الصحة، هل تم طبعا إشراك الشريك الاجتماعي في هذا المخطط؟ لا أبدا. هل هذا السبب طبعا أبداً. من الأسباب التي كانت من بين الأسباب التي أفشلت هذا المخطط؟
انا نظن كان عنصر مهم كان تقدر يعني تتكل عليه الوزارة الصحة تتكل عليه كذلك الحكومة في إنجاح المخطط. علاش؟ لأنه بشرط أنه تعمل مع المهنيين الممثلين عن طريق نقابات شركاء اجتماعيين حقيقة عندهم تمثيل على مستوى وطني، هيكلة وطنية، باش المخطط يطبق على أرض الميدان وترفع الوضعيات بسرعة على مستوى مركزي ولا على مستوى جهوي باش تعالج الوضعيات. مع الأسف احنا مركزنا كل شيء في يعني في بداية الأمر، ومن بعد في نصف الطريق شفنا بلي يجب أن نعيد النظر في التنظيم ولا في الهيكلة هذه تاع المخطط، ونعطيه أولوية ولا نعطيه هامش تتحرك فيه الولات ولا الولايات. ولكن حتى على هذا المستوى أنا نقول لك يعني أنا هذا الاعتبارات نقابية على مستوانا، كان في بعض الولايات ولات يعني كان ماذا بهم لا يصرح أنه في الولاية نتاعو يعني بهذا التعبير كاين حالات نتاع كوفيد 19 يعني كارثة، لأنه أنا مسؤول بهذا المستوى شايف أنه باش يكون مسير مليح ولا والي مليح ما لازمش يتكلموا باللي كاين حالات مرضية بالمصابة بالكوفيد 19 في الولاية نتاعو. الوغ هي يعني حبيت تقول فيه تكتم وفيه تعتيم على انه بعض الولايات فيها صح. فيه ولايات كان فيه حالات مرضيه بالعشرات تسجل يوميا، والولايه كنا نشوفوا نهار العشيه لما تعطى الارقام الولايه الفلانيه وزملائنا موجودين في نفس الولايه بمكتب ولائي بمكاتب موجوده في المؤسسات الصحيه استشفائيه وغير استشفائيه يكلمونا يقولون هذا كلام خطير جدا. طبعا ضيفي الكريم، إذا كان هذا الشريك الاجتماعي طبعاً لا يؤخذ بعين الاعتبار في قضايا حساسة مثل هذه، ما الفائدة منه؟ والله سؤال سؤال يطرح على المسؤولين. إحنا ما نقدروش نفرض روحنا كجهة، إحنا نقابة مهنيين، نقابة مستقلة على فكرة، نقابة مستقلة ولكن نقابة مهنية مستقلة ولا غير مستقلة، دورها هو الدفاع على الحقوق المادية والمعنوية تاع المنخرطين تاعها، والعمل على توفير ظروف عمل حسنة، تحسين ظروف العمل وأمور كما بما فيها. اليوم رانا في الوضع الوبائي تكلمنا على نتكلم على ظروف العمل، تكلمنا عن النقل، الإيواء، الإطعام تاع الناس اللي ما تقدرش تروح لدارها، وتكلمنا كذلك على شروط الوقاية ولا وسائل الوقاية التي اليوم أصبحت غائبة تماما. صح. نعود نوليو إلى ممارسي قطاع الصحة العمومي. تكلمنا كثير طبعا في بلاطوهات عن الجيش الأبيض، عن الأطباء، تكلمنا عن الممرضين، أيضا فئة منسية من ممارسي هم الأعوان. احنا كنقابة نتكلم على نقابة، نرام أن نقابات عسلك طبي، ولكن ممارسي الصحة وش تقصدوا بها هنا ضيفي؟ ممارسي الصحة العمومية مقصدوا يعني كل الأشخاص الذين ينتمون إلى قطاع الصحة. لا، سلك الطبي. احنا نقابة ممارسي الصحة العمومية هي النقابة للممارسين الطبيين، الممارسين الطبيين في الصحة العمومية، رغم أنه إذن هنا نقدر نقول الكلمة تاع الممارسين الطبيين ماهيش موجودة في هذا، احترمنا يعني الشيء المكتوب في يعني في لاغريمون تاعنا يعني في المسجل على مستوى وزارة العمل. انا كصحفي يعني اسمح لي ولا كمواطن، لما نقرا نقابة ممارسي الصحة العمومية واش تفهم هنا؟ لي براتيسيان، لو براتيسيان سي باللغة الإنجليزية براكتيسيان سي طبيب. فهم براتيسيان سي طبيب بالعربي مكتوب هنا. ايه احنا بالنسبه لنا هذا مشكل في الترجمه. لاغريمون تاعنا جا في 1990، هذه النقابه ما بداتش البارح يعني. اول نقابه انشئت في قطاع الصحه في بلادنا الى جانب الاتحاد العام للعمل الجزائري، هذا النقابه الاولى اللي بدات في قطاع الصحه كنقابه مستقله، هذاك الوقت سميت بهذه التسميه. ولكن احنا نقابة تاع سلك طبي. نعم، يلا، جميل جدا. فيها الأطباء العامين والأخصائيين، فيها طبيب الأسنان، وفيها الصيدلي. نعم، ماذا قدمت لهؤلاء هذه النقابة؟ والله قدمت قانون أساسي أول يعني كان في ثماني سنوات الثمانينات، قدمت قانون أساسي ثاني يعني تم مراجعته في 1991، قدمت القانون الأساسي الحالي اللي يعني بعد فتح المجال لإعادة تعديل القوانين الأساسية في 1 جونفي 2008، ومراجعة كذلك النظم التعويضية، الظروف العمل التي تحسن فيها ما تحسن وبقى وش بقى، ولكن فيه مع الأسف لأنه هذه الوضعية الاجتماعية المهنية يجب أن تعالج بصفة دورية، يقول يجب تحيين هذه الوضعيات بصفة مستمرة لأسباب عديدة. لما نتكلم عن الوضع المادي متعلق بالقدرة الشرائية، متعلقة بقيمة العملة،
وحنا كل معنيين كجزائريين، متعلقه بنسب التضخم، متعلقه بالدخل القومي، متعلقه ب يعني امور اخرى. يعني كي نقول التضخم مش غير في الاكل، حتى في السيارات، يعني سعر السياره، سعر المنزل. احنا نتكلم على مثلا السلك الطبي ولا الاسلاك المهنيه في قطاع الصحه، تقريبا الكل غير معني بالسكن الاجتماعي. إذا كان حبيت تسمى باش تسكن باش تقتني سكن، لازم يعني تدرج في القائمه نتاع لا ديال ولا تاع ال بي بي ولا تاع نتاع يعني التساهمي. وكل المهنيين اغلبهم يعني اليوم مستواهم المعيشي لا يسمح لهم باش يكونوا في، يعني باش نتكلموا على الوضعيه الاجتماعيه المهنيه، هي وضعيه يجب ان تحين، يعني باش نحافظوا على مستوى معيشي، قدره شرائيه، يعني تسير المستوى تاع الكفاءات اللي موجوده داخل. نعم، بالنسبه لي ايضا تكلمت على بالمناسبه اليوم، نذكر انه اسمح لي نذكر انه السيد رئيس الجمهوريه قال هذا الشيء وكرر، يعني السيد تبون هو مشكور، رئيس الحكومه نفس الشيء، السيد الوزير هو مهني طبيب ويعرف. نعم. هذا الشيء الكل يقول باللي الوضعيه غير مقبوله، وضعيه يجب ان تعالج، ننتظر المعالجه وماذا بنا في اقرب الاحوال. صح، اذا كنت انت كرئيس نقابه، ونشوف انا باللي طبيب يعني يدرس اكثر من 7 سنوات، ها يعني الاخر اللي ما يقراش يقرا 7 سنين، بعدين نعم بعدين نشوفوا يخلص انايا لانيم يخلص 1,500,000، هذا واش راح يقدم لك، واش راح يضيف هذا للمستشفى هذا ولا لهذ العياده ولا لا؟ اولا اذا كنا ما راعيناش حنايا اولا مين بول المجهود ديالو اللي راهي. لا بالنسبه لهذه الوضعيه تاع لانيم تجاوزناها منذ سنوات، دوك الا كاين حاله ولا حالتين. انت كتخلص لانيم شحال عندها هذه؟ يعني انا نتكلم لك دكتور صالحي ليلى توفات، هي على كل حال الله يرحمها. ربي يرحمها. يعني كتخلص 1,500,000، 1,800,000 عفوا. ربي يرحمها، ماشي غير هي، على كل حال كثير من الجامعيين يعني بشهاده جامعيه كانوا في هذا المستوى، وهذا شيء يعني اهانه للجامعه الجزائريه والشهاده الجامعيه والمواطن الجامعي. وهذا الشيء احنا قلناه في وقته، ولكن الشيء اللي نقول فيه مبني على حقائق. اليوم رانا نتكلموا في قطاع الصحه، رام يتفتحوا مناصب عمل، ما نلقاوش يعني للتوظيف. اليوم ولينا في وضعيه مغايره لما نتكلم على الطب العام مثلا. علاش؟ لانه كل الاطباء اللي يتخرجوا يفضلوا يروحوا يديروا اختصاصات، ما يعملوش كاطباء عامين. اذا لما تدير مؤسسه صحيه يعني تدير اعلان عندها مناصب، فتحت مناصب لتوظيف اطباء عامين مثلا، نتكلم على الطبيب العام، نفس الشيء حتى بالنسبه للدونتيست لي فارماسيا. لما نديروا لابيل يعني باش المؤسسه باش توظف، يعني في اغلب الاحيان بالنسبه للطب العام فيه عجز، حاب يقول عندك مناصب توظيف وما عندكش مترشحين. هل هذا 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 الشيء منذ سنوات. علاش منذ سنوات؟ لانه الوضعيه المهنيه ولا المستوى تاع الاجور تاع هذا المهنيين ضعيف جدا، ويرى الطبيب ولا ترى الطبيبه انه من الاحسن تكمل ديال الاختصاص نتاعها، رغم انه حتى على مستوى الاختصاص الاجور ماهيش في المستوى اللائق، ولكن مقارنه احسن. نعم، حتى شفنا ايضا بعض التلاعبات في مستشفياتنا سيدي الكريم، مستشفى مصطفى باشا، مستشفى بن مسوس، نشوفوا يعتمدوا على طلبه تخصص طب، يعني ونشوفوا الميتسا قاعد يقصر رجل فوق رجل، ومخلي هذوك لي زيتيديون يعني انترن هكا يسميهم، يخليهم عادي وبلا غريمو تاع الميتسا هذاك، يعطوا ادويه بدون حاسيب بدون رقيب. لماذا التلاعبات؟ انا نظن بلي هذه الوضعيات ما اذا ذكرتها تكون موجوده، ولكن ماشي موجوده هذه طبعا مشاهده الجميع واهل الاختصاص يعني اقرب. الحالات هذه يعني موجوده، ما نش نقولوا العكس، ولكن نقولوا شاذه لانها في مستشفيات كثيره. ما نقدرش نقولوا بلي هذه الحاله العامه ابدا، انا ما نقبلش نقول هذا الشيء وما نظنش هذا هو الشيء. تبقى هذه اولا لما نتكلم على لا غريف نتاع الطبيب، يعني لا غريف نتاعو تقدر تدخلو للجنه، تقدر تدخلو للسجن، تقدر تدخلو للسجن للجنه. يعني الانسان اللي كان يخدم خدمته ويتفانى في الخدمه نتاعو مع المريض نتاعو ويعمل ما كان اخطا بحسنيه، ولكن الا كان استعملت في غير محلها ولا استعملها الغير وهو لا يعلم، تقدر تدخلو للسجن. دونك هذه مسؤوليه على المستوى الشخصي، كل طبيب يتحمل مسؤوليته. نعم، ولكن ايضا المواطن اللي يتضرر لما توصف لي انت دواء غير مناسب، لمازال لانه مازال نقرانا. معليش خليني نكمل، حبيت كي تكلم لي على الاطباء اللي راهم متمرسين ولا متربصين، كاين لي زيكستيرن وكاين لي زينتيرن. لي زيكستيرن حاب يقول لي مازال راهم في بدايه من السنه الثانيه الثالثه يعني يتعلموا في مجال الطب،
وليزان تاع اللي مازالهم السنه الاخرى نتاع التكوين الميداني التربص نتاعهم ويديروا لاتيست تاعهم باش يدي الشهاده نتاعهم. دونك تختلف هذا كيفاش نقولوا هذا ليزيكسان ليزان تان هذاك هو لو تيران دو ستاج تاعهم يتعلم ولكن بتأطير تحت اشراف الاستاذ والاستاذ المساعدين والطبيب العام ولا الطبيب المتخصص اللي موجود كلهم يعني اطروا هذا الطلبه. دونك الا كان يولي الطالب يعمل في مكان يدير المناوبه في مكان الاستاذ نتاعو ولا الطبيب اللي مشرف عليه والطبيب راقد في هذه كارثه ويجب ان نندد بهذه الوضعيات ويعاقب من يرتكب هذا الشيء. نعم. ولكن ما نقدرش نقولوا بلي هذه وضعيات عامه لانه اولا الجزائر ليست مصطفى باشا ولا بني مسوس هذا لازم نقوله، وثانيا يجب ان نتكلم على موضوع اخر اهم وهي المنظومه تاع التكوين داخل المنظومه الصحيه لم تراجع منذ سنوات السبعينات الثمانينات، واحنا منذ سنوات واحنا نرافع ونتكلم ونقول للمسؤولين يجب ان يعاد النظر في التكوين، التكوين نتاع الاطباء ولا شبه الطبيين ولا حتى القابلات في المنظومه الصحيه نتاعنا، ويجب ان نخصص لهم كذلك مصالح بروبوات يعني الناس في بلدان اخرى كاين دوما متحركه كاين يعني كاين معدات مخصصه لتكوين هؤلاء حتى باش يدير الحقنه، كيفاش يدير الحقنه في الوريد، كيفاش يدير السونداج، كيفاش يدير نعم. كل هذا الشيء الا كان ما توفرلوش اماكن واجهزه بما فيها العمل عن طريق يعني عن طريق الانترنت الا ما توفرلوش هذه الوسائل راح يتعلم في على ارض الميدان. نعم. مع مرضى حقيقيين. نعم، شفنا باللي المنظومه الصحيه في النظام البوتفليقي السابق شبه الفساد البيروقراطيه واللا ديمقراطيه، شفنا كثير من الامور التي كانت تمارس بطرق ملتويه جدا، خاصه بعض الاطباء، مش نقولش كامل الاطباء، يعني يمارسون نوع من الحيل، نوع من التلاعب بطريقه مباشره او غير مباشره في المستشفيات العموميه. يقول لك هذا لي زاناليز ما كاش، نبعتك عند فلان عياده خاصه باش ديرها، نبعتك، لماذا هذه التلاعبات؟ لماذا هذا التواطؤ ايضا؟ هو التواطؤ من الاداره على كل حال. التواطؤ من الاداره الوصيه، لانه الاداره الوصيه على بالها ولكن خارجه عليها هذه الوضعيه. كيقول الاداره الوصيه نتكلم على وزاره الصحه كجهه مؤطره مسيره لهذه المنظومه الصحيه، ولكن فيه اداره اخرى كذلك وهي تعلم بهذا الوضع وهي وزاره العمل. لماذا لم تتحرك؟ وزاره العمل التي تشرف على صناديق الضمان الاجتماعي، صناديق الضمان على المرض، تخرج عليها بالطريقه هذه، لانه لو كان توفر كل المستلزمات داخل المستشفيات باش المريض ما يتنقلش من المستشفى الى، لازم تضخ ميزانيات اكبر داخل المستشفى. اذا بطريقه ملتويه الاداره منذ سنوات ترى انه معليش ما يديرش السكانر في المستشفى، يروح يديره وهو مؤمن اجتماعيا، يعني عنده الضمان تاعو الضمان الاجتماعي، مؤمن اجتماعيا يدير السكانر بزوج ملايين، وهي تعرف الجهه التي تعوض لاكناس مثلا ولا لاكازنوس، على بالو بلي السكانر يزدر مليون ونص يزدر بزوج ملايين، بصح في التعويض تعطيك تعويض جزافي لا يتعدى 2000 دينار جزائري. تعرف باللي الطبيب العام اليوم كمعدل بالك الفحص نتاعو في 600 800 حتى 1000 دينار جزائري حسب المنطقه، نقولوا 800 دينار جزائري 80000، ولكن مازال لحد الان تعوض الطب العام الفحص الطب العام في القطاع الخاص على اساس 50 دينار جزائري وترجع لك 4000 40 دينار. تعرف باللي التحاليل المخبريه ماهيش موجوده في المدونه اللي تعود الى 1987 لم تحين منذ ذلك الفترة إلى يومنا هذا. الإدارة تعرف هذا الشيء، الحكومة تعرف هذا الشيء، علاش لماذا لم تعالجه وترفع من مستوى يعني تحطنا في مستويات مقبولة؟ ممكن ماشي سكانر بزوج ملايين، ولكن في مستوى أنه المستشفى مثلا يقدر يديره المؤمن اجتماعيا يتكفل به 100% ولا 80% حسب التأمين تاعو، وتدفعوا باش يروح يدير تأمين آخر يغطي به 20% اللي بقات كما ساري في كل البلدان. هذاك الوقت نقولوا باللي حقيقة أنا رحت للمستشفى عالجت درت تشخيص درت عملية جراحية والتأمين تاعي هو اللي غطى، إذن العلاج مجاني بصفة حقيقية. نعم. مش بصفة فيها كثير من اللبس. هل الجزائر اليوم مشكلتها طبعا دكتور مشكلة الجزائر والجزائريين هي نقص الهياكل أم نقص يعني كش يقولوا الأجهزة؟ هي نقص الهياكل أولاً نقص الهياكل
والهيكل ماهوش حاب يقول نبني وخلاص. حنا رانا نشوفوا من بين الاشكالات الموجوده يعني كل والي كل رئيس دائره كل رئيس بلديه شايف انه باش يعاد انتخابه ولا 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 ترسيمه في مكانه ولا ولا ترقيته فوالا قال نجيب انا نبني نفتح بوليكلينيكا هنا عياده معيده متعدده الخدمات نفتح مستشفى. ولكن شفناهم فتحوا سيدي الفاضل ولكن الوالي فتحوا ولكن مغلقه. يعطيك الصحه هذا اش حبيت نقول. هذاك المسؤول راح الى مكان اخر ولا ترقى الى منصب اخر ومن بعد سنوات من بعد نشوفوا انه هذاك العياده اللي تفتحت رايت تعمل بمستوى تاع قاعة علاج والمستشفى اللي تفتح يعني خدم فتح يعني تم تدشينه ولكن مباشرة بعد تدشين يعني تم غلقه لأنه ما كاش متخصص اللي يعمل فيه ما كاش أجهزة ولا أجهزة معطلة ولا يعني أمور أخرى تخلي هذاك الهيكل الصحي لا يأديش الدور تاعه. إذن إعادة النظر في تسيير المنظومة الصحية راك تشوف معايا فيه كثير من الأمور. الأمر المتعلق بالتمويل والإنفاق داخل المنظومة الصحية والتعويض عن النفقات الصحية دونك هذا جانب مالي مادي. الأمر المتعلق بالتكوين نتاع المهنيين بصفة عامة والتأهيل تاعهم والأمر الآخر متعلق بتوزيع الهياكل الصحية على مستوى التراب الوطني يغطي الحاجيات نتاعنا بصفة نسبية على حسب انتشار السكان وعلى حسب يعني نعم. الحقائق الديموغرافية. سؤال أخير إذا كان فقط سمح المخرج لأنه ضيق الوقت عفوا. إذا مبالغ خيالية رصدت إلى قطاع الصحة، ممارسي الصحة اليوم ما محلهم من الإعراب؟ هل استفادوا من هذه المبالغ من هذه الملايير؟ احنا استفاد منها فقط وزراء ورجال اعمال. احنا في الوظيفه العموميه رانا ندوا لي سالير تاعنا برك رانا ندوا الاجور تاعنا برك اللي شاف لك واحد قال حاجه لهم يدوا هذه لي سالير كيما تقول انت يعني ترقى الى المستوى المطلوب. ابدا ونطالب باعاده النظر في هذه المنظومه الصحيه جذريا بما فيها منظومه الاجور ومن بين اقتراحاتنا يعني الهامه ولا المهمه لان من خلالكم نعاود نذكروا بها ونشوفوا ان شاء الله يعني الحكومه تكفل بها وهو يعني اخراج هذه المنظومه الصحيه من الوظيف العمومي يعني بصفه عامه وانشاء ما يسمى وظيف عمومي صحي استشفائي خاص بالمنظومه الصحيه. ليس هذا فقط وانما اعاده النظر في المنظومه الصحيه ككل عبر مختلف التراب الوطني بالطبع. الجزائري طبعا لمجابهه مختلف الاوبئه اللي راهي طبعا تمر بها مختلف دول العالم. شكرا لك سيدي الفاضل. كلمه اخيره في 30 ثانيه تفضل الكاميرا. الكلمه الاخيره هي يعني ترحمنا يعني تعازي زينا اولا العائلات لكل المواطنين يعني اللي فقدوا غالي يعني في هذه الجائحه اخص بالذكر يعني العائلات نتاع الزملاء والزميلات اللي فقدناهم ربي يرحمهم كل مهني قطاع الصحه من القطاع الخاص من القطاع الحكومي اللي راهم يبذلوا في مجهودات يعني جباره وتضحيات يعني الناس هي تعمل فوق طاقتها وتعمل بدون وسائل وقايه. نتمنى انه هذا الوسائل تتوفر بسرعه خاصة وإحنا في وضعية وبائية قد تتعقد أكثر. نعم سؤال كان مبرمج ولكن لضيق الوقت ما تتهولكش. طبعا وزير الصحة قال بأنه 103 من طبعا السلك الطبي توفوا و 7100 من نفس الأطقم الطبية مصابة، هل عندكم أرقام مغايرة؟ العدد أكثر بالك حب يقول 130 ماشي 103. إحنا رانا في عدد الأخير اللي كان على مستوانا 128 حالة وفاة يعني بما فيها يعني كل الأسلاك. احنا لم نحصي إلا الأطباء كل الأسلاك بما فيها القطاع الخاص. نعم وبالنسبة لعدد المصابين في الأطقم الطبية كم؟ يكون هذا هو العدد. 7100؟ يكون هذا هو العدد حوالي 7000 حالة مرضية. نعم شكرا لك ضيفي الكريم نلتقي إن شاء الله في فرصة أخرى. أما أنتم مشاهدينا الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد. الحيطة والحذر أمر ضروري طبعا لمجابهة هذا الوباء. نلتقي غدا بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام مع ملف آخر. دمتم بخير والسلام عليكم. شكرا لك.